برضو روبرتو اوليفييرا مدرب سيمبا التنزاني هو كمان كان ليه نصيب من التصريحات المهمه في المؤتمر الصحفي اللي تم عقده بالامس، ونقدر نستشف ونستنتج من كلامه ان هم خدوا شيء من الثقه بعد النتيجه اللي خرجوا بيها في الماتش اللي فات. قال نصا: مستعدين لتقديم افضل اداء لدينا في مباراه اليوم ومباراه الذهاب لم نكن محظوظين فيها، لكننا معتادين على اللعب بحضور عدد كبير من جماهير الفريق المنافس، ومن الممكن ان نستطيع تحقيق الفوز والتاهل من القاهره، وخاصة أنه تم التحضير لهذه المباراة بمنتهى القوة ولدينا استعداد كامل لخوض مباراة مهمة. تعالوا نسمع عليه تاني. المباراة دي مباراة هامة جدا بالنسبة لنا، علينا ان احنا نستعد ليها بشكل جيد للغاية. المباراة دي هي فرصة ان احنا نظهر قدراتنا، وان احنا كمان ندي الفرصة لبعض اللاعبين الشباب ان هم يشاركوا وان هم يظهروا قدراتهم امام الجميع في مباراة بكرة ان شاء الله. احنا مستعدين بشكل جيد جدا لمباراة بكرة، عندنا ثقة كبيرة في قدراتنا. يمكن المباراة اللي فاتت ما كانش عندنا حظ كبير ان احنا نكسب، ولكن التعادل برضو كان نتيجة جيدة بالنسبة لنا. احنا موجودين هنا مستعدين ان احنا نقدم افضل حاجة عندنا في مباراة بكرة ان شاء الله. بالنسبة لمباراة بكرة، فأنا متأكد أنه إحنا بنحترم النادي الأهلي احترام كبير جدا جدا، خاصة معروف النادي الأهلي في أفريقيا، ولكن على الصعيد الآخر أنا متأكد أنه النادي الأهلي هيبدلنا نفس الاحترام، خاصة أن إحنا أظهرنا في المباراة الأخيرة اللي كانت على أرضنا مستوى جيد للغاية، والمستوى ده أكيد هيدفع الفريق الخصم أنه هو يحترمنا وأنه هو يقدرنا ويقدر قدراتنا. لو هتكلم على فريقي فلازم اذكر ان فريقي من ضمن 7 اقوى فرق في افريقيا، وهي الفرق المشاركه في البطوله دي، فبالتالي ده اكيد هيخلينا في استعدادنا للمباراه نضع في اولوياتنا اشياء كتير احتراما للنادي الاهلي، وهم هيعملوا الشيء نفسه. We have your strategy, okay? مباراة بكرة زي أي مباراة أنا مش أحب أو أفضل إن أنا أتكلم عليها قبل المباراة، أنا هقدم كل حاجة عندي وعند لاعبين وعند فرقتي خلال 90 دقيقة، وهو ده اللي أنتوا هتشوفوه أثناء المباراة إن شاء الله. بالنسبة للمباراة الماضية أنا شايف إن أنا كنت إيجابي للغاية في الماتش اللي فات، وأتمنى إن أنا أكرر ده في مباراة بكرة، خاصة الشوط الثاني من الماتش اللي فات. الشوط الثاني من الماتش اللي فات ظهرت قدرات لعبتي وظهرت حاجات جيدة جدا، هكون حريص إن أنا أكررها في مباراة بكرة بإذن الله.